هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. ونشرة مغربية جديدة نرصد فيها أخبار المغرب العربي وتطور قضاياه، وبدايتنا بالعناوين. الرئيس التونسي قيس سعيد يشدد على ضرورة استعادة أموال الشعب وتحقيق الحياة الكريمة. منتدى حوارات المتوسطة الموسعة في روما يشدد على ضرورة وحدة واستقرار ليبيا وسيادتها. والرئيس الموريتاني يطالب بحماية المجتمع وأمن الأفراد في وجه التطرف والإرهاب. ونبدأ جولتنا المغاربية من تونس. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، قال إنه بعد قانون الصلح الجزائي سيتم في الأيام القليلة القادمة استرياع جزء من أموال الشعب فضلا عن بعض الأموال في الخارج. وخلال استقباله لوزير الاقتصاد والتخطيط، أكد الرئيس التونسي أنه من يريد أن يجنح السلم والصلح في إطار القانون فيجب أن تعاد أموال الشعب للشعب، وشدد على رغبته في تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة وحفظ المال العام على أساس الشفافية والتوزيع لعادل للثورة، موضحا أن الدولة التونسية بصدد أعداد قانون مالية وجميع الخيارات ستكون على قاعدة دستورية. أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف تونس السيادي طويل الأجل. وقالت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، قالت إن رفع التصنيف جاء نتيجة للخطوات التي اتخذتها البلاد نحو الإصلاحات الاقتصادية، وأضافت أن القانون المالي للعام القادم من المقرر أن يشهد عددا من الإجراءات من بينها مراجعة منظومة الدعم. أكدت تونس أن جرائم الإتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة ومعاصرة. وأوضحت الخارجية التونسية أن تعدد بؤر التوتر والنزاعات وما يشهده العالم من أزمات ساهم في تفاقم هذه الظاهرة وما تبعها من مظاهر للهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح أيضا. هذا ودعت الخارجية في بيان إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة للتصدي لهذه الجريمة والحد من تداعياتها، مؤكدة عزمها على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من إتجار البشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات. We'll be right back.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية دور الهيئة العربية للطاقة الذرية لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية. وخلال لقاء الجرندي مع المدير العام للهيئة سالم حامدي شدد على ضرورة دعم العمل العلمي العربي المشترك في هذا المجال وتنسيق جهود الدول الأعضاء بالهيئة، وأكد الجانبان على أهمية تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية خاصة إنتاج الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقي وضمان الأمن المائي عبر تقنية تحلية المياه. وأعرب الجرندي دعم بلاده لعمل الهيئة التي تتخذ من تونس مقرا لها. وتنطلق اليوم الدورة 23 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمشاركة 82 عرضا من 23 دولة عربية وأجنبية، ويستمر لمدة 7 أيام. تشمل المسابقة الرسمية 12 عرضا من تونس وعروضا من السودان ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والجزائر والمغرب والكونغو الديمقراطية والسنغال. وتضم الدورة عدة مسابقات منها المسابقة الرسمية ومسرح العالم، مسرح الطفل ومسرح المدارس وعروض الشارع ومسرح الحرية الذي يقدمه نزلاء السجون، إلى جانب الندوات والورش التكوينية، وتترأس لجنة التحكيم الممثلة التونسية ليلى طوبال. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من تونس المخرج المسرحي معز العاشوري مدير مركز الفنون الدرامية. أستاذ معز، بداية أرحب بك، يعني إذا ما تحدثنا عن هذه الدورة، الدورة 23 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس، أهمية العودة من جديد إلى والاهتمام بالمسرح من جديد، ما أهمية هذا وأهمية هذا المهرجان تحديدا؟ مرحبا. نعم أستاذ معز، هل تسمعوني؟ نعم تفضل. أولا احنا بنحتفل بأيام قرطاج المسرحية، وهي الدورة 23، وفي كل مرة نحاول أن نجدد في كل دورة لمشاهدة أفضل الأعمال الفنية من العالم الإفريقي والعالم العربي وأشكال جديدة للفن المسرحي. فيتم الاختيار على مجموعة من الهيئة من أجل أنه يقوم باستراتيجية لاستقطاب أعمال جيدة واختيار أعمال جيدة، وكمان النظر في محاور أخرى أهمية لم ينظر فيها سابقا، مثل محاور الندوات الدولية والتي لها علاقة مميزة بالمسرح، وكذلك المحاور سوق الشغل، لأنه الآن المسرح مهدد في مسألة سوق الشغل. المفروض أنه يكون استقطاب أيام قرطاج لكل مديرين المهرجانات العالمية حتى يشاهدوا بعينهم أفضل الأعمال المسرحية العربية والإفريقية. نعم
طيب أستاذ معز، يعني من ضمن الفعاليات التي ستقام خلال هذه الدورة، دورة 23 لمهرجان قرطاج، هو مسرح الحرية والذي يقدمه نزلاء السجون. أهمية مشاركة هذه الشريحة بالذات في هذا الشكل من الأشكال الفنية المسرحية، الاهتمام أيضا بأن يكونوا جزء من مهرجان كمهرجان قرطاج، كيف يغير هذا من فكر وسلوك هؤلاء حتى بعد الخروج من السجون؟ هو أفضل ربما برنامج اشتغلت عليه أيام قرطاج المسرحية منذ سنوات هو مسرح السجون، وكان يذهب إلى السجون مؤطرين ومتعلمين في المجال المسرحي ليكونوا السجناء، لأن السجناء يقول لك احنا الراحة الوحيدة لنا والانعتاق الوحيد لنا هو العمل المسرحي. فنبعث في كل سجون تونس أساتذة مختصين لتكوين السجناء في المجال المسرحي بأنواعه، ثم تعرض هذه الأعمال في ضمن مهرجان مثل مهرجان أيام قرطاج المسرحية أو مهرجانات أخرى، وتوضع لها لجنة لانتقاء أفضل الأعمال. والحقيقة هذا كان في شراكة واضحة بين وزارة الشؤون الثقافية وإدارة أيام قرطاج المسرحية ووزارة العدل، الذين تبنوا هذا المشروع واشتغلنا عليه وبانت نجاعته وأثمرت نجاعته. حاليا نعرف أنه هناك من تخرج من السجون واتبع الطريق السليم وهي الإفادة، وهناك من ذهب إلى الفن أو اكتشف مواهب فنية داخلي حينما كان في السجن لم يكتشف هذه المواهب حقيقة. فالأهم شيء أو الأهداف الحقيقية من هذا هو تنمية قدرات هذا السجين وتحويل طاقته إلى ما هو فعال، إلى ما هو خلاق، إلى ما هو نافع له ولمجتمعه. وبالتأكيد أيضا يعني 12 عرضا من تونس وغيرها من العروض من الدول العربية ستعكس الكثير عن واقع هذه الدول في هذا المهرجان، في والذي يهتم بواحد من يعني هو ليس واحد من أهم الفنون، حقيقة هو أبو الفنون يعني الفن المسرحي. الأستاذ معز العاشوري مدير مركز الفنون الدرامية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من تونس. إذن وما زلنا في تونس ولكن رياضيا، حيث أعلن نجم المنتخب التونسي ولاعب مونبلي الفرنسي وهبي الخزري أنه سيعتزل اللاعب دوليا عقب خروج نسور قرطاج من نهائيات كأس العالم بقطر 2022. بدأ اللاعب المولود بجزيرة كورسيكا الفرنسية اللعب مع منتخب تونس منذ 2013 وشارك في 5 نهائيات لكأس أمم أفريقيا. يعد الخزري الهداف التاريخي لتونس في كأس العالم بثلاثة أهداف، من بينها هدفان في مونديال روسيا 2018 وهدف ضد فرنسا في مونديال قطر 2022. وإلى ليبيا، حيث أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزير الخارجية أنطونيو تاياني أن ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا. وخلال منتدى حوارات المتوسط الموسعة في روما، عبر تاياني عن رغبة بلاده في تقديم مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر في الأزمة السياسية الليبية. وشدد
المسؤول الإيطالي على أن ليبيا بلد صديق ولديه القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط. حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من عواقب الأوضاع الليبية، وخلال مؤتمر روما لحوارات المتوسطية قال شكري إن السياق الجيوسياسي الحالي مضطرب، وأشار الوزير إلى أن الوضع في ليبيا له عواقب تؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها، مضيفا أن بلاده تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال التعاون. وطالب شكري بالتعاون الدولي مع الأطراف الإقليمية من أجل تحقيق السلام في ليبيا. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وشدد أبو الغيط على دعم كافة الجهود لإنهاء الأزمة الليبية عبر حل ليبي ليبي، مناشدا الأطراف الفاعلة في ليبيا للتجاوب مع هذه المساعي حفاظا على وحدة واستقرار ليبيا وسيادتها. وأضاف أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي بناء على قاعدة دستورية متفق عليها يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، معربا عن أمله في بدء مشاريع جديدة. وخلال النسخة الثامنة من ملتقى حوارات المتوسط السنوي أضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه يتم مناقشة مشاريع جديدة مع المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن الإنتاج مستقر في الوقت الحالي. دعا رئيس مجلس النواب عجيلة صالح أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد في مدينة بنغازي الثلاثاء المقبل. هذا وأوضح صالح أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته في 22 من نوفمبر قانون المرتبات الموحد. ونذهب إلى موريتانيا، حيث أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الأمن حاليا لم يعد محصورا في مجرد الدفاع عن الأرض، مؤكدا أنه بات يشمل صون المجتمع وأمن الأفراد والمجموعات في وجه التطرف والإرهاب على حد وصفه.
وخلال كلمته بالدورة الثامنة لحوارات منطقة البحر المتوسط، أكد الرئيس الموريتاني أن الوضع الأمني للعالم بالغ الخطورة بفعل توسع بؤر التوتر والنزاع المسلح والاضطرابات الاجتماعية والانتشار المتنامي للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر سكايب من نواكشوط الدكتور أحمد جدو أستاذ القانون بالمدرسة الوطنية للإدارة. في البداية أرحب بك، يعني كيف تبعت كلمة الرئيس الموريتاني وأهم ما عكسته هذه الكلمة من رسائل تعكس ربما ما تحتاجه نواكشوط اليوم؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية هذا الخطاب كان متوقع من الرئيس الموريتاني محمد بن شيخ قزواني لأسباب عديدة. أولا خلفيته العسكرية القديمة قبل تقلده الرئاسة ومعرفته الدقيقة بالأمن، وخاصة الأمن في المنطقة الذي فيه الكثير من البؤر، خاصة المنطقة اللي موجودة مع الحدود مع مالي التي الآن ما زال التوتر فيها قائما، وما زال هناك تواجد صراعات حتى صراعات دولية بين الوجود ظاهرة الوجود الروسي أولا والوجود الفرنسي كان قديما هناك، ثانيا هناك ظاهرة مشكلة الصحراء التي تحاد تقع على الحدود الموريتانية بين موريتانيا والمغرب، وهذه بؤر تستدعي اليقظة الأمنية وتستدعي وجود رؤية مشتركة للكثير. هناك المشكلة أن هناك هذه القضايا ليست هي، يمكن أن نقول أنها ليست هي التحدي الوحيد، هناك تحدي داخلي، والتحدي اللي ذكره الرئيس تحدي سيكتوي به العالم ككل. الأمن أصبح أمن عالمي، أمن دولي يقوم على وحدة العالم، لأن أي مشكلة أمنية داخل أي دولة يمكن أن يتأثر بها العالم ككل. لدينا مثال التوتر الأفغاني قديما والتوتر في مناطق الشرق الأوسط، وأيضا لدينا التجربة المصرية أيضا اللي كان هناك اختلالات داخلية في الأمن والإرهاب مرحلة معينة اكتوى. عندما ننظر للواقع نجد أن التجربة المصرية كانت تجربة رائدة أن ينظر لها نعم بشكل كبير جدا فيما يخص وضع خطة أمنية متكاملة لمحاربة الإرهاب والفكر أيضا الذي يدعو له، وبالتأكيد يعني هذا ما يربو إليه أيضا الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني فيما يخص وضع آلية متكاملة للحفاظ على أمن البلاد. من نواكشوط الدكتور أحمد جدو أستاذ القانون بالمدرسة الوطنية للإدارة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وأعتذر لضيق الوقت، كنت معي مباشرة عبر سكايب من نواكشوط. والآن نذهب إلى المغرب، حيث بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة ميشيل غريوم نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية، وأكد الجانبان على ضرورة العمل من أجل تطوير العلاقات في جميع المجالات ومراعاة تنشيط البعد البرلماني في مسار تعزيز التعاون بين البلدان. رياضيا، يستأنف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تدريباته لمواجهة المنتخب الأسباني ضمن الدور 16 لكأس العالم في قطر، وينفذ المنتخب المغربي برنامجا إعداديا بمعدل حصة تدريبية يومية حتى موعد المباراة.
بهذا تنتهي جولتنا المغاربية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي أو فيرتيكال. إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر.